أشعل فجر الجمهورية الثانية ورحل، فيما بقي هؤلاء ينادون باسمه وبالرحمة له، عازمين الهمة على مواصلة دربه في استعادة الجمهورية، ملفوفا بعلم الجمهورية التي دافع عنها شيع الألاف في محافظة مأرب جثمان الشهيد اللواء عبد الرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة في موكب جنائزي مهيب حضره العديد من رجالات الدولة. الشدادي أحد أبطال معركة التحرير ورمز الجمهورية الثانية، كان ملهم المقاومة الأول مرة عند رفضه التخلي عن شرفه العسكري حين قاد جبهة المقاومة في محافظة مأرب، ومرة في رحلة استعادة الدولة من أيدي الإنقلابيين. ترك الشدادي أثرا وطنيا في قلوب كل من عرفوه من خلال حمله للواء المقاومة، آخذا على عاتقه مهمة بنائها وبناء الجيش الوطني الجديد القادر على إنهاء الإنقلاب وإرساء مداميك الجمهورية. رحيل بطعم الفاجعة، ورحيل ينقل مسؤولية تحقيق حلم استعادة الدولة إلى المئات وربما الآلاف ممن وقف الراحل إلى جوارهم كتفا بكتف في جميع المعارك على امتداد المسافة الفاصلة بين مأرب وصنعاء.